الفكرة دي بقى حلوة جدا، لو جايبة كده الخضار معاكي وعايزاه يفضل فريش وطازة وأكنك لسه مشترياه، تحطيه بقى في ورق فويل أو في استريتش زي ما أنا عاملة كده، يعني هتحطيهم كده وتغلفيهم في الاستريتش، هتلاقيهم بقى يقعدوا معاكي أسبوعين أو أكتر كمان في التلاجة ومش هيجرى له أي حاجة، هتبقى أكنك لسه مشترياه وطازة ومعاكي وفريش. جربي بقى الطريقة ديت وهتعجبك جدا. كلنا طبعا او معظمنا عندنا بقى المبشره دي في البيض، وطبعا بقى لو ما بقتش حاميه كده معاكي وما بتخرطلكيش بقى البصل كده كويس، هنعمل بقى فكره حلوه جدا عشان خاطر تسني معانا المبشره. هجيب بقى الصنفره او ممكن كمان ورق الفويل، يعني اي حاجه موجوده عندك تمام، ورق الفويل او الصنفره. الصنفره دي بتتباع عند الموال، يعني بتديكي حته كده ب 2 جنيه ب 3 جنيه، ما بتبقاش غاليه يعني، بس بصراحه بتبقى حلوه جدا لما تيجي بقى تسني بيها يعني مبشره بقى او مقص او سكينه، اي حاجه عندك عايزه تسني بيها بصراحه بتبقى حلوه جدا. سامعين بقى، هتبداي كده تمشي على المبشره نفسها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهو، هتلاقيها بقى بقت حاميه معاكي وبقت جميله جدا واكنك لسه مشترياها، بجد الفكره دي جميله جدا. أهو. تمشي كده بالشكل اللي انت شايفاه دوت عكس المبشره طبعا. بالشكل ده عايزه اقول لك بجد المبشره معايا بقت حاميه جدا، السن بتاعها بقى قوي جدا، وبرده المقص نفس الكلام كده، تجيبيه بقى وتسنيه بالشكل اللي انت شايفاه دوت، يعني سهل جدا وحاجه كده يعني تسني لنا السكينه والمقص بمنتهى السهوله معانا. شايفين بقى يعني هتسني لك وفي نفس الوقت هتصنفر لك كده وهتخلي لك الحاجه معاكي جديده وبتلمع بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين بقى ما شاء الله بقوا بيلمعوا معايا خالص ازاي، بجد فكره الصنفره دي جميله جدا، او ورق الفويل يعني اي حاجه عندك متوفره تمام، بجد الفكره دي جميله جدا، جربيها وهتدعي لي عليها. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. الفكره دي بقى جميله جدا، لو جايبه كده معاكي ازازه زيت وفتحتيها اوعي بقى ترمي الجزء اللي فوق ده، طول عمرنا طبعا بنرميه، لا في فيديو النهارده بقى مش هترميه. شايفين بقى هتفتحيها بالشكل دوت وهتسيبيها فيها، وبالشكل ده بقى طبعا تقدري تتحكمي في الزيت. شايفين بقى هينزل معاكي كده حاجه صغيره سرسوب كده، وتقدري طبعا تتحكمي فيه بدل بقى ما كان بينزل معاكي كتير كده وانت ما بتبقيش مثلا عايزه كتير ومش محتاجه كتير، لا بالشكل ده بقى هينزل معاكي حاجه كده صغيره، بجد الفكره دي جميله جدا. بعد الفيديو ده بقى مش هترمي الجزء اللي فوق ده خالص، فكره جميله جربيها بقى وهتعجبك جدا. شايفين بقى الشبكه بتاعه الفرن عامله ازاي معايا، مصديه خالص ومسوده كده ومتوسخه جدا، هنخليها بقى زي الفل معانا بطريقه سهله وبسيطه جدا، وبدون بقى ولا صابون ولا سلك ولا اي حاجه، وبدون دعكه خالص. الصنفره هنرجعها جديده وزي الفل، الصنفره دي بتتباع عند الموان يعني بيديكي حته كويسه كده ب 3 جنيه يعيش معاكي كتير يعني وتعملي بيها كذا حاجه عندك. هبدا بقى كده اقص منها يعني حته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابدا بقى امسكها اضغط عليها كده لجوه وهمسكها بقى بالشكل دوت، وهنبدا بقى ندعك كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هتلاقيها بقى بتلمع معاكي بمنتهى السهوله وبدون بقى ولا دعك ولا سلك ولا اي حاجه ولا صابون ولا اي حاجه من الكلام ده خالص، بجد فكره الصنفره ديت هترجعها لك جديده واكنك لسه مشتريها. شايفين بقى بدات تلمع معايا خالص ازاي، هعمل بس معاكم كده يعني جزء منها وانا هكمل، بس عايزه اوريكم بجد النتيجه جميله جدا، يعني هتبقى الشبكه بتاعت الفرن معاكي اكنك لسه كده مشتريه بقى الفرن وجديد معاكي. شايفين بقى ما شاء الله يعني الحته اللي انا عملت فيها، شايفين بقى بقت بتلمع خالص معايا ازاي، هكمل بقى انا بقيت الكميه معايا بالشكل ده وهوريكم بقى الشبكه في الاخر. شايفين بقى ما شاء الله الشبكه رجعت معايا جديده خالص ازاي، بتلمع اهي اكنك لسه مشترياها وجايباها بايه، بالصنفره يعني بقى ما حطيناش ولا صابون ولا ربسو ولا بقى سلك ولا قعدنا ندعك ولا الكلام ده خالص، لا بالصنفره رجعتها لك جديده بالشكل اللي انت شايفاه دوت. شايفين بقى السواد اللي كان فيها، بجد طريقه سهله وبسيطه جدا، ان شاء الله بقى تجربيها وتعجبك جدا، واتمنى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. يلا بينا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. نيجي بقى هنا لفكرة السلك في المقشة، الفكرة دي جميلة جدا وبتريحنا بصراحة في المطبخ بقى بيبقى كله دهون ووجع قلب، لا احنا بقى هنعمل فكرة حلوة جدا، هنجيب بقى السلك الخشن ده وهتبدأي بقى تحطيه بالشكل اللي انت شايفاه ده، انا هنا حاطة اتنين بس طبعا فرداهم. هتحطي كمان هنا استك يعني هتثبتي بقى السلكة كويس جدا في المقشة عشان خاطر ما تقعش معاكي.
هتبدأي بقى يا ست الكل تدعكي بقى كده في الأماكن اللي فيها دهون عندك، هتلاقيها بقى بتلمع معاكي بمنتهى السهولة. حاجة مثلا زي كده ورا التلاجة ايدك مش طايلاها بصراحة، المقشة والسلكة بتبقى حلوة جدا وهتنضف لك بمنتهى السهولة معاكي. أهم حاجة طبعا ما ننساش بقى ورا البوتاجاز، لأن طبعا بيبقى كله دهون، مطرح بقى الزيوت بقى، وطبعا طول اليوم بنعمل أكل بتاع بتبقى طبعا كلها دهون زي ما انتم ما شايفين كده. هنمشي برضو على الحروف كده اللي فيها بقى زيوت بقى وحاجات زي كده. هتلاحظي بقى السلكه معاكي بتنضف لك بمنتهى السهوله معاكي، وبدون بقى ولا ميه حطينا ولا صابون ولا اي حاجه، لا بالسلكه الخشنه كده على الناشف هتنضف لك المطبخ بتاعك وهتخلوه لك زي الفل. جربي بقى الطريقه ديت وهتعجبك جدا وهتدعي لي عليها. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي او لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. فكرة الخل بالعسل، بجد الفكرة دي جميلة جدا وبتريحنا من أكبر مشكلة بنقابلها. أول كده ما بناخد بقى طبق من العسل وبنبدأ بقى نغطي البرطمان زي ما انتم شايفين كده. بنبدأ بقى نلاقي على الغطاء وعلى البرطمان نفسه عسل، شايفين بقى، وبنبدأ برضو نلاقي العسل من تحت يعني بيقعد يلزق كده معانا، حتى لو حطيتيه في التلاجة بتاع بتلاقيه كده مكانه بيلزق. هنعمل بقى فكرة حلوة، جيب بقى المنديل وهبدأ كده أحط يعني نص معلقة كده صغيرة جدا من الخل، مش كتير، بس هبدأ بقى كده اخد البرطمان وهمسحه بقى كويس جدا معايا. طبعا بقى فكرة الخل هنا استحالة النمل يجي عليه، حتى لو قعد معاكي بره التلاجة شهر استحالة كده النمل يجي عليه. طريقة بجد جميلة جدا، انا بعمل كده كل ما اشتري عسل واجي افتحه اعقمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واحط نقطة خل بس مش اكتر كده. لو نزل معاكي نقطتين عسل كده مطرح طبعا ما تحطي في طبق بتاعك، عشان خاطر نقطة الخل اللي احنا بنحطها هي دي بقى اللي بتحافظ لنا على البرطمان من بره، واستحالة كده يجي النمل عليها او اي حشرات. بجد الطريقة دي جميلة جدا، جربيها وهتدعيلي عليها. واتمنى بقى لو اول مرة تشوفي قناتي تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. الفكره دي بقى جميله جدا، لو قلم الحواجب فضي معاكي او لو حواجبك خفيفه وعايزاها تبقى تقيله كده وفيها شعر، هنعمل بقى فكره حلوه جدا. هجيب بقى عود من القرنفل وهبدا اسخنه معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهسيبه طبعا لحد ما يهدأ معايا، وهبدا بقى كده احط على الحواجب. شايفين بقى بالشكل ده عملنا قلم للحواجب، وفي نفس الوقت القرنفل بيتقل الحواجب جدا. شايفين بقى بجد جميلة جدا، طريقة تحفة، يعني عملناها من ايه؟ من قرنفل، يعني واحدة قرنفل كده حطيها على النار وسيبيها لحد ما تسخن معاكي، يعني مفيش ثانية اصلا، اول ما تسخن كده معاكي وهتسيبيها لحد ما تهدى خالص وهتبدأي بقى كده تحطيها على حواجبك. شايفين بقى الجمال، بجد طريقة جميلة جدا، جربيها بقى وهتدعيلي عليها بجد. ضيف الفانيليا على النار، جميله جدا، جربيها. شايفين بقى بالشكل ده هتضيفيها اول كده بقى ما تدينا الفوران اللي انتوا شايفينه ده، هنطفي بقى خالص على النار. وهجيب بقى المنديل وهبدا كده امسح العين، شايفين بقى السواد اللي طلع من العين، طبعا كده بتنضف لنا بمنتهى السهوله لان بتبقى لسه سخنه، والفانيليا بتنضف لنا حلو جدا. شايفين بقى الجمال، السواد كله طلع معايا. شلت بقى الحامل وهبدا كده المع بقى البوتاجاز معايا بالفانيليا، يعني هتخلينا ريحه البوتاجاز ريحتها حلوه جدا، وفي نفس الوقت لمعت لنا العين بتاعه البوتاجاز من فوق. شايفين بقى الجمال، شايفين الصفار اللي طلع منها، بجد طريقه جميله جدا، جربيها وهتدعي لي عليها. نيجي بقى هنا للغطيان، لو عندك طبعا الغطيان دي بتبقى كنز بيتنا بصراحه. هنجيب بقى يعني مثلا غطاء كبير شويه، وهنجيب الغطاء الاصغر منه، الغطايين كده دول، وهنعمل بقى فكره حلوه جدا. وعندي بقى هنا السوسته ديت زي ما انتم شايفين كده بتروح وتيجي تروح وتيجي. السوسته دي طبعا بتبقى موجوده في اي بيت، يعني هتلاقيها بقى في لعب اطفالك وهتلاقيها في كذا حاجه. يعني هبدأ كده اجيب مسدس الشمع، لو ما عندكيش مسدس الشمع مفيش اي مشكله، ممكن تجيبي اللي هو الشمع العادي التخين ده وتسيحيه على النار. هبدا بقى احط كده الشمع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، لازما كده نلزق السوسته كويس جدا زي ما انتوا ما شايفين كده وتثبتيها، لازما نثبتها كويس جدا كده في النص. وهبدا كده اجيب الغطا التاني وبرده احط كده فيه شمع كويس جدا زي ما انتوا ما شايفين كده، يعني نملاه كده شمع عشان بس يبقى بتثبت معايا كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهلزق الجزء التاني من السوسته. وبالشكل دوت بقى السوسته هتروح وتيجي معاكي، شايفين بقى اتثبتت معايا كويس جدا. هبدأ بقى اجيب قطعه كده صغيره جدا من الدبل فيس، طب لو ما عندكيش الدبل فيس حطي شمع، بس طبعا لازما يبقى الشمع كده جنب الحيطه اللي احنا هنحط فيها،
وهضيف بقى الدبل فيس هنا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اجيب بقى طبعا الفكره اللي احنا عملناها الجميله ديت وهحطها بقى عند الاكره طبعا بتاعه الباب. شايفين بقى سامعين بقى بتهبد ازاي ومعلمه. فطبعا ديت بقى هنحطها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت على طبعا الخبطات اللي هي بتاخدها طبعا. شايفه بقى بالشكل دوت هتروح وتيجي معاكي بمنتهى السهوله، مش هتخبط بقى في الباب ولا اي حاجه. اعملي بقى الفكرة ديت في بقية طبعا البيبان اللي عندك. فكرة جميلة وسهلة وبسيطة وعملناها ايه من الغطيان، وطبعا هنعمل افكار كتير جدا مع بعض باذن الله وهتعجبكم جدا. واتمنى بقى لو الفيديو عجبك والطريقة عجبتك تدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله.